قناق الذباب أو مصيدة فينوس، وهي إحدى النباتات أكلة اللحوم، تنمو عادة على شكل تجمعات من 7 نباتات أو أكثر، محيطة بساق مركزية يصل ارتفاعها إلى حوالي 30 سنتيمتر، وتوجد في المستنقعات التي تفتقر ترابتها إلى النيتروجين، وتتغذى غالبا من الحشرات الطائرة كالنحل والذباب أو العنكبوتيات أو الضفادع أو الحيوانات الصغيرة الأخرى، حيث تمسك الحشرات بين أوراقه وتقوم بهضمها، لأن هذه النبتة تحتاج إلى ملح يسمى النترات الموجود بقدر كافي في طعامها. تتميز هذه النبتة بالقدرة على الحركة بسرعة فائقة على خلاف نباتات أخرى ذات حركة بطيئة أو التي لا تتحرك، ويصل ارتفاع خناق الذباب إلى حوالي 30 سنتيمترا، يشبه هذا النبات في شكله مصيدة حقيقية أو فم بأسنان طويلة وحدة، وهي عبارة عن ورقتين ذات لون أخضر، في كل ورقة توجد عدة شعيرات صفراء اللون أو في بعض الأحيان حمراء اللون على شكل إبر أو أشواك. يمكن لبعض الفصائل إفراز مواد سامة من هذه الأشواك لقتل الفريسة أو تخديرها. يتمكن هذا النبات من اصطياد فريسته عبر ألوانه الزاهية التي تجذب الطرائد إليه، وفي غالب الأحيان تكون ألوانها خضراء بالكامل أو خضراء وحمراء. عندما تلمس الحشرة ورقة مصيدة فينوس، ينغلق الجزء كليهما على الحشرة فجأة، وتحكم الشعيرات القبضة عليها. ندية رأس الرجاء أو ندى الشمس تزين أوراق نبات ندى الشمس قطر الندى اللامعة اللاصقة، وذلك لتحريضية الحشرات إلى الوقوف عليها، مما يعني افتراسها. نبات ندى الشمس من النباتات المعمرة، وتوجد على رؤوسها سائل مخاط لزج يفرز لصيد الفريسة. سمي نبات ندى الشمس لظهور سائل شبيه جدا بالندى الذي يظهر صباحا على أوراق الأشجار ويجذب الحشرات، وارتبط الاسم بالشمس، وذلك لأنه يلمع في الشمس ويضيء في خلال سقوط أشعة الشمس عليه. الجرة، وفيه تكون قاعدة الورقة متورقاً، بينما طرفها الآخر يتحور ويتكون على هيئة جرة في طرفها غطاء، ويغطي الجدر لداخلي لجر بمادة شمعية، والشعيرات متجهة إلى أسفل لتمنع خروج الحشرات عندما تدخل إلى دخل الجرة، وبدخل الجرة توجد غدد تفر السائلي ملأ جزء من الجرة، كما يوجد على طرف الجرة مادة سكرية لزجة التي جذب الحشرات، وعندما تسقط الحشرة دخل الجرة صعب عليها الهرب. نبات كوبرا ليلي، هي نباتات آكلة للحوم، تتميز بأوراق الشجر الخضراء الفاتحة مع البقع البيضاء التي تشبه رأس الكوبرا، وإلى جانب مظهرها المذهل فإن هذه النباتات آكلة اللحوم، لها شهية شرهة وتتغذى على الحشرات والفقريات الصغيرة، وتفرز أوراقها المغطاة رائحة تجذب الحشرات، وبمجرد دخول الحشرات يصعب على الحشرات الهروب. حمول الماء، جنس من النباتات آكلة اللحوم، وينمو معظمها في الماء، ولها مئات الأكياس الشبيهة بالدورق على ساقها وأوراقها، ولكل كيس فم، وعندما تلمس الحشرة الشعيرات الحساسة حول الفم تقفز الجدران الجانبية للكيس إلى الخارج، ويجذب الحشرة دخل الكيس. واو، قوم للنبت بهضم هذه الحشرة.